مرحبا، معكم كوتش نينو. تمارين اليوم جدا مهمة ومناسبة لأصحاب خشونة الركب والمبتدئين ممارسة التمارين الرياضية، لأنه رح تساعدكم على تقوية أربط مفصل الركبة اللي هو أهم مفصل أثناء ممارسة تمارين رياضية. هدول التمارين هن تحدي سكوات، ثلاث أنواع من السكوات: السكوات الضيق والسكوات الأعرض والسكوات العريض تماما. كل حركة من الحركات رح تحكي حرك عضلات معينة بالفخذين وأربطة مفصل الركبة. فالسكوات الضيق رح يكون مركز أكثر على عضلات الخارجية بالفخذين، تمام؟ السكوات المفتوح أكثر رح يكون مركز أكثر على العضلات الأمامية والخلفية بالفخذين، والسكوات اللي بيكون فيه المشط للخارج رح يكون مركز أكثر عضلات الداخلية للفخذين. وهيك بنكون عم نحرك كل عضلات الفخذ، كل أربط مفصل الركبة، بدون ما يصير عنا أي أذى. بدي إياكم أنتوا عم تلعبوا التمرين، اي الم بتحسوه بالركبه، مثلا عم ننزل سكوات حسيتوا الم بالركبه، خففوا النزله، تمام؟ يعني انزلي على حسب كيف انت بتحسي اي ضغط مناسب بالنسبه لإلك، تمام؟ وباي لحظه بتحسي بالم بالركبه بتوقفي العد، ما ضروره تكفي ال 25 عد، ممكن تبلشي تعملي 10 10 10، ممكن تبلشي تعملي 15 15 15، حسب انت جسمك او عضلاتك قد ايه رح تتحمل ضغط التمرين. يلا جاهزين نبدا مع بعض تحدي سكوات 300 عد. On the dance floor. On the dance floor. We'll be right back.
وهيك بيكون خلص تمرين. بنصحكم تعملوا هذا التمرين 3 مرات بالاسبوع ورح تلاقوا نتائج جدا رائعة من حيث تقوية اربط مفصل الركبة وكذلك من حيث شكل الفخذ. كانت معكم كوتش نينو. اذا اول مرة بتتابعوني ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب، تكسروا زر الجرس عشان يعني يصلكم كل جديد. Love you.